إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أن قلت إن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أن قلت إن مسائل كبابك ووهرية التاسعة عشر مسألة الطرنية السقالة إذا أولو المسؤولي قفك اللي ويديو لهدو لها يوهي عما شيء لو يدي الله يعلم أسن أبين الله ورسوله أعلم أولي الله الله إيه ورسول رسول كيسا أعلم وأقال بران وكأقال بران ضدك بسرعة وقطع تحديث كمعاد مركو نبغو ويديه صلى الله عليه وسلم معاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله ورسوله أعلم أولي مرها المعاد كريه صحابة طبنا سيدة سبيل كرين وصحابة إذبتو ذا أي حاطة النبي كإذب قادنا يمسألة أي قانين هدو ويديو الله يرسول كيسا أو قوم فضان إلي كرين الله يرسول كيسا أو قوم فضان وإذب أي نبي كإذب قادنا يان نبي قنا واقرا يوحال مركما انكرين ان سيدا اصلا يسوعة كل يراد الله ورسوله اعلم لكن واحد مو اماطن تحقم مشيئة نيري ما شاء الله وشيت وهو يسكرا عطفين مشيئة نبي صلى الله عليه وسلم وانكرا وقل اجعلتني لله ندى ما واحد اقاد لكتين من الهي لسما ساسا اقاد لكتين إلهي ماذا لسن طيب بل ما شاء الله وحده هاي وعد فينا وحد رابا ما شاء الله سببتم وحي طهي مسائل كعلمك أو شريعة كصابسا نبي محمد ويقيني صلى الله عليه وسلم إلهي بانا براي سيدا استرتيد مسائل كالويديو ولا كرقابة مسألة شرعية هبيت هاي سيها دي اللي بيراه دو شيء كانوا محرارا مسوا حرام لبدا ايدوت إلا الصومو محرام ألبو يدي وحاكو بنام إنا ترابا الله ورسوله أعلم الله يا رسول كيسا او أقوم بضا حد عطيه كرتا ما كون ما بيقول نولانا ولا بيك حد عطيه عطيه كرتا صحابة مركة مسألة إشكال قريدة النبي يويدي جرين ومسائل كشارع إساقا يقين نبي قانا مركة إله أو أوف صباي سيدة الرسالة النبوة أي أغسو قمتها عن علم جير أغسو قي إكما قوري سيدة مركة نولا النبي هو أهي الرسول وها مركة بنتين هو النبي الرسول مسائل كعلم جيهان سيدة أغسو قي سيدة استرتي ذا حد دير اللي تشوغا وحالا ديه كرام الله ورسوله أعلم هدي مسألة بمسألة شرعية لكن هدي اللي ويديو مسألة كصافصا قدرك سيدا وحال ويري بهير رب ما إمانا ما بنانا إنا ترابا الله ورسوله أعلم مركي نرغو تشوغين السحابة مديه جري ايوه عبليبه الله اعلم عبليبه الهي باو اوغال بابا حيلا النبي قايري لا يعلم ما في قدر إلا الله واحد برد حيا الله ما نحيد كلمة اوغال نبي قايري صلى الله كي قبار نبتري وفينا نبي يعلم ما في قدر بحيلا يلا واحد شوغا النبي اوك واحد برد حيا لا تقول هكذا هبيه النبي كيه روايات وحاكو سمنا انو يري لا يعلم ما في قدر إلا الله marka arimahaas qadariga ah wixii uu loo wixii rabisu ka ogaa saasa loo kala qaado
أهل العلم قبل وحي الهدين مركي نبي جوغي صلى الله عليه وسلم إلا به جري واسوغنت لكن بعد النبي ملت به كرا بعد النبي ملت به كرا علامة بكر أبو زيد كتاب كيسا معجم المناهي اللفظية وحولية هاي ما صحصل أو معناها ما آنان دارعا صحابة إن الكلمة داس إطلاقين بعد وفاته نبقى دمشادي سي كقضال صلى الله عليه وسلم نبقى دمشادي سي كقضال إلى الصحابة إطلاقين ومسألة شرعية انتلا ويديي أي رهلين الله ورسوله أعلم ما أنا ضال عنه ما أنا ضال عنه مركز سوريا هاي بل الظاهر خلافه بل وحابا مقطع سيدا ظاهر كا إلى سيدا خلاف كيطا أو يسميه جرين إلى يسميه جرين لكن هل العلم قال كلاته أيام نسكري سيدا صلى الله عليه وسلم وحاكم إذا علامة ابن القيم نريديس والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان هذا كل شيء ونريده كم إذا هريه نريده والله أعلم ألا أقال بلان بالمراد وحاولته بقوله قول كيسا إيا ورسوله رسول كيسا أقال بلان المبعوث بالفرقان سولك على الصلاة صاري كتابك حقية بادلك على صارها صحابة أنا وكسو غنطها بعد موتي إلي بيجري بعد موتي كسو غنط سعي البخاري قوحا كسو غن هقم كحديثك صدحكم سغال بقول كنتون يا صدح هقم كحديثك صدحكم سغال بقول كنتون يا صدح بابك اه باب غزوة الحديبية باب غزوة الحديبية بابك اه وحاكو السوغان قدم سهل بن حنيف سحابي قال لنا سهل بن حنيف ايب من سفين وكيب سفين وقرمه دقالك سفين مركو بعد وخلافة علي بن ابي طالب وبعد وفاة النبي وحبلا لما تنسى كبلا انت وفاة النبي كبلا لكتشوغا خلافة علي بن ابي طالب تقال كاس مركو بعين كيم مركو كيم اتيناه نستخبره قولي الراوية كوريه واتقني انك ورسانينا سيدا وحود عين يا تقال كقاف قود عين فقال اتهم الرعي وعير ولد رعي قتوه ولد قف والبو رعي قتوه مرك إلهي وحيره وآيات قرآن عذاب أما النبي حديث شيبه مرك قبل نفتاد إلي فهم ويدان عم وضدت قبل كمين نفتاد فهم ويد وصيرها صدع صعبة صحي هذا هتوه من آيات دي حديثك الرعي قتوه رعي قالوا صنعك قف والبو رأي قاقتوه هذا رأي قاقت يدينك إسخلافان وغيري فلقد رأيتني يوم أبي جندل وعن اسأركي تريرو مالنتي أبي جندل مالنتي أبي جندل وغارما وهشيسكي سلح الحديبية مركي كلا سحيحانا إيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه قريش وقريش سهيل بن عمر أمتلي هشيز كلا كلا صحيح ذي وقال ذي النبي كلا صحيح ذي صلى الله عليه وسلم وعاكمت أها قفكي أنك قريش أنك مده أي رهدي قال ذو أو إسلامه أليك كوي ماذا ونسو إليني ونسو إليني وأو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قفكي لكن أليك نبي محمد الصحابة على كمي هو تسو داله وأنك نوي ماذا كوسو إليني فهو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مك أيضا الله قوله أوحى يميد
سهيل عمر حديث هشيز كصحيحية وأنت قريشات متلية ويلو مالاي وأبي جندلية ومسلمة وحير حرية سلسلة كل حرية وأرض بخيرية ويلكي أبوتبين أيها سلسلة كل حرامك أين ويوار مسلمين ويان لإيقات تغين عدو يان لإيقات تغين عدو كالب أحير حرية أبيه سبه قالها متلعب وهي الشيسك الصحيحة ما بيقوله صلى الله عليه وسلم ما دام أوليه الشيسك إلا الصحيحين كان إسكده هنا رأى كان إسكده إلا الشيسك وليه لما صحيحين كان حطاعتك يعني والله أنا كنت قريب من الشيسك كان أبوها في عدة اللي عدين هاي لو يعني وضعوا هذا ما كو يري وهو يري سهل بن حنيف ما بيجا أمر كيسة ما أنا كسدان في الذكر إنا في الديان طبعاً ودينا لو علم أي من كان مسلم كقال لكن شرط رأي جاي يقول تنا بيجا صحبي إيه طفل هو رأي جاي قطه سو ما تيجي وهويني ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لهدت بأن أول ما أمر كسم بيجا إنا عليه وعلي له الله ورسوله أعلمه فكان ماشي وضل الله الهي رسولك ساقال بلان بي ساسن يشيغي ما هي كل ما تعرفت واحد دين لغبه واحد دين لغبه وهي كل ما تعرفت ذاتك المسلمين تأها وقال هذا اللي عريني كتب أبنصير اللي عريني حتى متكلايب كاسي اللي عريني الهي وين فرج أفر تقهبك وضقاتين أي مال إضلاعه ما بيجو كتير أي سكديجي وسفر كقريش يد ومري كري مركز السفر كي نكبي جد يا جالدي ودي مركز الجالدي ما بيجو سود عود ولا رسولك الله هالشيء كقريب تاس أنا جا كتير رسولي وح الله وح إسلام أنا جوز هل مشان الموقف وأنا خفادي هذا يصير ما جلس كويسين مت الله مت كإسلام أنا بيجي علمه لما بيجو علمه كي إسلام أنا كواحد سكون بينا طريقة كتشرت مركز ودوين كي كبر وملاي مرانوي كاسير هذا محمد بن سنا وضو كان يدن كاغه مره خلاص وقتين عزمنا شيء دين اللي قلبه هو ما دعي كرت اللي هو فرج من قنا الى فرج كينا ما حد الى الا ما مشيت كان كرر وهو فيريه سالم بن حنين وخلافه عبد الله هو حنا بخلافه علي ما بيضان وحليه هي الله ورسوله اعلم خلاص ما كانوا صحابه دي هجري العلم رصاصة والمسكرية شيء محمد صالح التيمين هل كان مثل هذا مكو شرحيه القول المفيد كوكو شيغا مركا إن سيداس لديك رصاص وكال قادة رنطة مركا سيداس وي مثل هذا سيد العشرون مسألة اللباتنا إذا جواز تخصيص بعض الناس تدك كوال كميدا إن لغو قارية لبنانا شضع بنان تهي بالعلم علمي دون بعض قبل كلك سوقي سلام على واحد كهذا لا يسا إذا بنان تهاي إن لغو قارية العلمي قدرت كقبل كمدة معناها علمي قدام معها فرام سوقين وعلمي زائد ككاء على القدر المحتاج إليه في إقامة الدين قدر كدارات ككاء طب كدين تيس واحد كنت توصل هيد إن دت كقبل لو شيكر قبل لو شيكر معايا لي نبي صلى الله عليه وسلم بشارة ناس وهو كقار يلي مئات تتكلموا مشي مئات وكقار يلي وهو أركي مئات إنو فهم كره أوصا اتكال كدعين رحمة الله واسع انت تلسعت أوصا كتغين باعات فساسوها أو الحديث كسيدو يهو فهم كره بشارة ناس ووشي قارت كلو صحابي كمينا لواكا قريبا مدبوثوا يهو شيء معادي سأسترتي للمسائل كقبل كميطة وطدكو أي سوى ذا فهمي كريم إذا فهمي كرتوى اللو شيء إذا كلينا إلا فهم كإجارة واللوغة كادي فاسنا صحابي هو يعدي كريم هذا يعدي كريم عبد الله بن مسعود وحا كاسو غنصيرها صحيح مسلم كاكوسو غن مقدمة ديس باب النهي عن الحديث بكل ما صنع بعد طب وقف باب كهذا حديث كتصور ما قش إن هذا قفل بأشيري
marka gabal aan fahmi karin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu innaka lan tuhaditha qauman bi hadithin la tablughu uquluhum illa kana li ba'd fitn adiga u sheegin baydid dad hadith an aqli go du gari oo isan fahm mi karin illa hadab u sheegto kana li ba'd fitn gabal kamidu fitna ku noqon gabal kamid ah ayu fitna ku noqon hadith kan علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكى سوغان صحيح البخاري كو سوغان كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا في باب أوقفت البخاري باب أوقفت باب من أحد أي أبابي خص بالعلم علم قاري يلي قوما دروك قاري يلي دون قوم قلت لنا مبارين وغو غاريري كراهيه الا يفهم خديب سنه الى فهم وياه او سي قلبو قاطان علي بن ابي طالب ما كان يقول رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون بدك او شيغا وحي فهمي كران ما هو وحي اي اول يقينين اي وحي يقينه ولا يقاني بما يعرفون وحي هذا غرا كران بدك وحي او شيغتا وحي غرا كران أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما هو أدربتان الله ورسوله كيس إلا الديني وردتكم مسألة أي فهم كران كراهبا سيدرت إذا ضدك عاد واحد ليدو إنا فهم كرتا ما حي فهم كران ما حي سي فهم كريم ضدك هو مراتب إذا إسك أرض إسك أدقي ريسان حماسة ريسان قلتوا لا ضدك مية جوغان تت كان طاقت مسلمين وتوحيد سنين لكن وحبر دينك كما اقول عائشه بنت ابي بكر الصديق ما يقانين عاشر ايام يقولوا اوجوكتو كلي مود ما كلا يقانين وحيت ما يقانين مركز المسائل ليس ولي قلت ما قال وش ويلي سداس وي حسر ورد بيد على نقد ادل وريدي كسور النبي قال يري صلى الله عليه وسلم وري كذا بنت النبي ما بيه وي قمر والرعاف ما بيه ما بيه جورج مكايس يقول عائشة وحي ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت أصبر مكايس يقول بين بدن عاش العاش بين بدن عاش أو عاش أنت قولي أنتو كم من الأرض سك ما فهم مايو عائشة وحلا قش يا دخمان تايلة ما فهم مايو بتشاهد يا فدني مرك قف كارف فدني نحال الربي مرك الكويت ما بقى يقش الرسول الله عليه وسلم أو ما بقى برا محال الربي إنه عائشة بره وعبد الله بن عمر بره والصحابة محال الليلة بره وقيمة هو بره وإيمانك إنه كمده إن شعيرك هو بره سمعتي دي مركز كدب أشياء بدك إنت على أشياء بس ليس فهم كريم بل قد يكون فهم كريم أوفى الهرط أشرح دين حال الليلة ألا يري النبي يري وحديث في آية أشياء دينك يا صوق هذا كصوق هذا سألوك أجاده صحابة فهمسي مركا انت سوى فهمسي او كو هرت الدين حالا يرأت فهمسي انو يهي الله يري النبي يهي صلى الله عليه دريقا نبوكا تنأت فهمسي دو صحابة معنوه رأت فهمسي دو انو مرو انتو بكرا واصيبا مرنا واقفا لكن نبي قوال مدفي ات فهمسي دو مركاس كريا اشيك شيك دي كارب لكن هداد بأسوغل اقول استحابي دا حديث صحيح يا ضعيف متنا حتى تقبل الله وضع عائشة تري دواء كان وحنا كي تاتكم ميلي فهم كران وضع الله ميلي فهم كران كلاهب كلاهب وده ده التفسير يا رياض صالحين قبل الله بكاس كدود الترتيب اواب دي سعوه صاري بدك انو تعليسي يا الله يا رسول فيري اله يا رسول انو تعليسي لبدا عصر القلافة هوب انو يهلو كدان عيد ليس كي سيقن تفسيرك من بداية لقاية انت اسوقي صحابة ان فهمسي دين حالة ان فهمسي الا يري النبي ايه ان المدو واقفا وانا اصيرا قعنت دمو صوت بالله علي ومسائل كي بتبيت صوت وصوت دخيمة من هو يديو هو يلو هاد قعنت هورا تفسيرك اذا خيدة مصوفية ايه ساعة المسائل كو ما عضينا ويري قعنت هورا دان سلام كوكو شاكلا انت تتكبح لها
أدد بسلاطة وح قادة كرتا وحنون سنة مان آدم قادة كيني تنكا قف حنون حيو وحنون وين حيو سو دولة الله وين يري ما آدم أودين أولا فوقها تمالا هاي لكن قف الله صوب بصوب بسلاطة ومانتا وح قادة كرتا سو مجيد مركا وإن قف الله صوب بصوب إله لبره رسول لبره لك الله يسيو حديث لبره آيات لبره صحابة لبره يقولوا من لبره حيكره ما إن لبره فكاس وقفك قادك شيرنك قادك وانو عاصم العشرون جواز تخصيص بعض الناس دكت قول إنه قار يلا إنه بنان تيوي بالعلم علمي دون بعض قبل كلك سكي الحادية والعشرون مسألة لباتر يكوبيد تواطعه ونبقى تواطع إيسا إيهوس إسكو ديجي بيسا صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار بانير كوري ديسا إيهوس إسكو ديجي سلبا ويني كبير مدير يجري سوما تشيدي دانير وكرة مع الإرداف فنقلين أيالو إلي شفت ولبا قدالنا سحابي وكسار ومعادي مجاولو قدالنا كسار سلبا ويني بطك سوف تجد مع الإرداف فنجلين أيضا لا تجد عليه وفنجلين دمارك أو قدال كسار المعاد الثانية والعشرون مسألة لا لغاتي الله بيضا جواز الإرداف فنجلين وإنه بنانت على دابة دابة الفنجلين دابة هوي مركت كاكورتو إنه قدال منك لكسارتو وبنانت وبنانت نادمين كالقلال كسارتو وابنان وابنان لكن شرط يكون حيران علماته شرط يقول الشيخ محمد صالح الثيمين القول المفيد كو كوشي يقول لها وحا شرط ألا يشوق على الدابة فإن شاق لم يدوس ذلك شرط وحا دابة إنه رئيس كان أود أسدلي حطو إبايا مبنان مبنان حيوان كالهران أيو جيلة فردها دميرها ما بنانا تنكو ذا كبدا إلا صار ما بنانا نفليد أوتان نفليد نفليد ما بنانا تنكو ذا كبدا إلا صار لكن وحا نفتا لحينا بابورتا تنكو ذا كبدا حطات صارتو صارت دا كدن باب ميد أسل كيد لكن هديش الكيمات أو دبلح كو قيران دوش عدوي دوش عدوي tanki loogu talagalay ka badan asaa soo baxeedii hadaw shil ay ka yimid qolayskaas waa dushaada aad damaanayo bixinay laakiin hadii aan waxba dib u ka iman saarida aad saartay ku dambayd ila asa waxaan u samayn ha saga hanun qabma laakiin dadka naflaha tankeedii ka badan hadii la saaro waa dhibtoore waa cadaabid aad cadaabtay soo baxeedii waa cadaabid aad cadaabtay الثالثة والعشرون مسألة الله تلية صدحة أيضا عظم شأن هذه المسألة والمسألة عن وين كيد مسألة عن أد أي وين الثالثة والعشرون مسألة الله تلية صدحة أيضا عظم شأن هذه المسألة فصوص عبطاز ومن دعفر الله تندوي واصو صعد فهم تاسو مو تقولي كده صدق يا لباتن ما يتاسو واصو مت أقدام بيدوي فضيلة المعاد فضيلة المعاد وامد أقدام بيسا أسد حلاطين من كوش شيء جاي وينك له واسع نسخة محقق أنا سيدا صيد جيسا الثالثة والعشرون مسألة لباتن يا صدق حيدا فضيلة المعاد ابن جبل والمعاد ابن جبل فضيلة ديس كوكاكا عاد انو جبل فضيلة قار كوكاكا تي فضيلة ديسة نبيغا صلى الله عليه وسلم علمي كوكار ياري صحابة كاري اوليه كاري وكوكاكا تي انو فهمي كارو وكوكاكا فضيلة تو سيدا فنجلين تنبغو فنجلي لما اسمي الله حديث اوغي جرتا فنجلين تنبغو فنجلي اوغي جرتا وحي لباد اوغي جرتا إن نبغو كبقار يلي علمي وصحابة كالك ليه كقاري أو أقر كينو أسيبو فهمي كارو قرانا وانا قوسو شاكني نبغو صلى الله عليه وسلم إنو يرمي آت وحلوات صوى شرحينا ماني تقيامها إنو مضى
asagoo ka horeeyay hal ratwo hal tilaabo soo koray hal tilaabo asagoo ka horeeyay الرابعه والعشرون مساله لباطني افريدا اذا شاني هذه المساله ومساله وين كده مساله ومسالات وين الى مساله وين تعينا وحاب الطريمي معاد مجبل او وحيري افلا ابشر الناس تروى وحيري وانا مضت اقول بشارين مركب ومسالات وين إلا كلا قرته حق إلهي إيه حق الضمضة إيه فإيدا اللي جاه إليه وإن آد الله كلا قرته وي آد الله كلا قرته وي باب بيان فضل التوحيد هذا متكان باب بيان فضل التوحيد توحيد كفضل جيسا فضل جاس لعدينتي سباب كيسوي إيا وما يكفر وتكفيره كفارة النقوشة بيسا من الدنوب دنوب تأو كفارة إياي باب بيان فضل التوحيد هذا متكانو باب بيان فضل التوحيد توحيد كفضل جيسا فضل جاس لعدينتي سباب كيكاد لأيوي إيا وما يكفر ماذا المستريه كذب إيا وما يكفر وتكفيره كفارة قد إنه إياه من الدروب الدنبيار باب كان لغا مسلو كهدلين تنكوبة توحيد كفضل جيسو كهدل طلبات نوحو شاقين توحيد كدروب تإنه كفارة قد إياه أوقفك توحيد كيسو هكاكو وحو كفارة قد إنه قد توحيد كيسو دروب تكالا الله أغضافة دروب تكالا الله أغضافة إيه وقول الله الله هذا الكيسة تعالى الله هو سر إياه إلى أوهر سبحانه الذين تدكى آمنوا حقركم إيهين أولم يلبسوا أن كدرين إيمانهم إيمان كدر بالظلم الشرك أولئك قواس لهم وحاوسنا الأمن أمني في الآخرة آخرة وهم أيقون مهتدون وهنونيان في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة وهنونيان الذين تدك آمنوا حقهم أيين ولم يلبسوا أن كنا طرين إيمانهم إيمان كودة بالظلم ظلم أن كدرين وشرك أن كدرين أولئك تدكاس أو إيمان برح لأليمين وهو حاوسنا بي الأمن في الآخرة آخرة إلي أمان كن نقضان أي عذابك إلهي كآمن نقضان وهم أيبون المهتدون وكوهنون يفدوا يا الدنيا ذا نحيدنا وهنون يا آيات داس مركي سوى الدكتين سيدا حديثك شارحة وسوى الورين يا صحيح البخاري كوسوغان من حديثي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آيات اسمرك سوتكتي عبد الله المسعود يقول قلنا يا رسول الله أينا لم يض أينا لا يظلم نفسه قف أنك أنك مطأ وأن نفتي سدلمين واقفك أينا لا يظلم نفسه ما قف أنك مطأ وأن ظلم سمين أجل إلا آيات دان قف كإنو آخرة بدباده وهو أمان هلا وعذابك إلهي آمن كان غضو إيه أدونك إيه آقرانا إنو كهنونو وأدونك نصراتك مستقيم كاكود دعو آقرانا كورو جنبا كلها أوكا قرطو وحا إلهي كحراي إيمان ظلمي كبرحي فاسا إلهي كحر أدونك إنه دهنود وطريقة مستقيم كأبغادو إيه آقرانا عذابك إلهي آمن كان غضو إلهي وإن أوحو كحراي إن لقاها لله رشي إيمان لقانا وإيوه شرك وإيمان شرك كم مران إن لقاها مركا قف عن ظلم سمين نية كره بحي يليهين صحابته بحي يليهين بظلم وأنكره
نفينا كوري الذين آمنوا ولم يلبسوا لم تاسع نفية قاعدتنا واحد طهي نكرة في سياق النفي تعم نكرة هدين في كوري آمن نقطة صحابنا ساسي فهمي والصريق يؤها فن كان أصول متكسر صحابنا كمدة ويقي لفظ كان مركا واحد كفهمين بالظلم ظلمي كان يدي صوت دن قفكم مركو كمر ناضو مركز كدب وهنون يأمن هلا ظلمي كان واسطي الظلم الأعظم ظلمي كان أقوين وشركي كان إن الشركة لظلم عظيم ظلمي كان لبادو ظلم العداء الظلمات إلا الظلمي تبكى المسلم كنفتو ده مالكو ده ميقو ده شرفتو ده لغو حد قدقو ظلمك صدحاته الظلم بين العباد وبين الله الظلم كان وظلم يسميه أسألي الله قد حي ووام حي دنبي أن بنو آدم حقوق ديس كنت تعلقين يسميه ودنبي وإلهي كل عاسي سيدا قمه العب لكن بنو آدم كنت حد قد بي صدح دموا ظلم صدح راسا ظلم الليلة حدي مكا ليري بالظلم النفينة كهوحريو وحي تصيدا إن صدح لي بس وقليان الظلم لما أنت سا هذا الشرك ها هذا الضمد والله الظلمي أما النفتو ذا أما المالكو ذا أما شرفتو ذا ها هذا الظلمي أو الضمك أصميه أو إلهي إنو عاصياء إسيان عن حق بنو آذان كنت تعلقين صدح لي إليس لس وقليان اللفظي الظاهر كوية سحابات النساس يقفها من عمومك أيضا مركب وحي نقول معناه ذا دسات اللي إله دانا قف أن دنبي كاتب عن وآيدا معناه ذو نقرة قف كان دنبي بكر إلا دنبي يضن وظلم دنبي يضن وظلم دنبي يضن وظلم مركب قف كان دنبي بكاتب عن قف كاسا آقراء من هلا يأدون كانه نوسن ساس إفهم وعنى ظاهر كآيب نبي صلى الله عليه وسلم وقال لك أرشيكي ظلمك آيات وعام يراد به الخصوص وعام ها لكن ما أنت ظلم خاصة اللي ولدت أو شرك فاسة اللي ولدت نقول ليس كما تقولون أرنكم معها سداس أدلاده لم يلبسوا إيمانهم بالظلم بشركين وي حتى ظلمك آيات ما أنت مرادك وشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه مياد مان مقال لقمان هذا الكثير ويلكيس يا بني لا تشرك بالله ويلكي ديو الله هو شريك يارين إن الشرك لظلم عظيم شرك هو قرده روين سمعت مان مقال تاسوي هذا آيات مدلو لكي مركب حون نقل وحون نقل لك آيات معناه دي بدك إيمان لك هلاي شركنا كبت بادي والإيمان كو ذا شرك كدر لما أرهمه ذا إليه وعليه أدونك إليه هنونان وطريقة مستقيم كا أي رعان آقران أي هنونان وقرق جنب أي قرطان آقران أي بدبادان أمان كهلا الحداف ساس إليه ساس إليه ساس وهي مركة آية معنيه لكن حالة قليه عبد الله حالة قليه عمر بن الخطاب روحه كفصر الظلم الذنب يؤمن والذنب يؤمن حاله قال ايه شارحنا وين سؤالوا لي ابن جرير الطبري انه كيالا وحيرا ان علماء اسم الدين لبابا قول اسم الدين قول كهر حديث كنبيك وآيته كفصر الظلم كجر شركك قف كهبطي ايمان لك هلا شركك وكبت بادو وقول هنا يا مطلق الهداية ومطلق الأمن مطلق الهداية محل ولا شيء ذا أصل الهداية إيمانك أصل كيس واحد مطلق الأمن محل ولا شيء ذا نارتك وارين آخر والله لا إيمان يقول هنا إيمانك حاكم إذا الله هو تقول سنارتك وارين حاكم إذا طوحة تقام قف كي مرك إيمان لا جهلا شركنا كبر بعده وحال الله بقى إنه هيريو لبقى شيء
مطلق الهداية ومطلق الأمن. أصل الهداية وحيستا وإيمان كي أصل الأمن نوهيرا ونار تقوارم. تفسير كعبد الله تفسير كعمر بن الخطاب أو ظلمك كن فسيري ذنبي جنان معنى يدوه يهي قفك حدير لك هلو إيمان ظلم يوطن وكتر حدو كدعنا وكتر وكتر وظلمك سبتح ديبه وكفه قادو شركي كفه قادو الضوما الإلهي الوحد قدو كفه قادو دروبت الله وكو عاسين وكفه قادو وليه ما يدو مركة واجبات كلا عمخي بمان محرمات كلا وكفه قادو قف كاسو الظلمك وعام وكفه قادو وحوليهي الهداية المطلقة والأمن المطلق لي مركو رحاني مطلق الهداية مطلقا هرمري وحوليهي الهداية المطلقة يعني ذو المحي الهداية كاملة هداية كاملة حولي آخرين حوليهي الأمن المطلق أمان أو كاملة وآه أيضاً لحقاني أنه كنبه تقع سيسو لي مركب واحد اللي أنت حقب الظلمك السيد قفه قاد حقبين الظلمك أسر كيسا شركك يقوين أبن كفه قاد والله ما أدون كنهلون أركي ميديد آقران أما أركي ميديد حقبين لكن أد كفه قاد شركك إيمان أغلط ماده والله ما الله رشا إنا تايسط ها مطلق الأمن واحد ستا ومطلق الهداية واحد سطح هنونك أسلك واحد سطح إيمان هاي سطح حتى إيمان هاي سطحنا أسلك أمانك واحد سطح عدادنا ننقلنا والله أركع وإذا إذا إسكاك أفيو كانت إسكاك أفيو حتى قشنا إنا ركوة رينا الله ومر بطاة إيمان كل مطلق وكان نبي يقول صلى الله عليه وسلم النار توحى لغسو صارم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان دور عسى قدر كده إيمان قفك وقلبك وجهه ولا قصوا صار النار. هذي لكن ظلمك أتكود فجات وصدق إذا النوع ده أتكف فجات شركه أتكف فجات بدك عبد الله المؤمنين تلو واحد بده أتكف فجاته أتكف فجات ثم عاصرة كله وإلهي كعاصرة يدو وحلا بهاي الهداية مطلقة هداية كاملة تامة حلا الدنيا آخرة. آخرنا وحلاها هاي الأمن المطلق أمان أو تام هو ما يستنا وعذابين وصنك طابا سيدة صلى الله عليه وسلم قول لسكوا فتشين شارعنا وليو كيريا شيخ الإسلام من تيميو سيدة أشرحي وصنع لنا سيدة أصنع أشرحي أيو كيريا أيو كيريا الذين ضدك آمنوا حقهم أيام ولم يلبسوا أن كبر إيمانهم إيمان كود بظلم شرك أولئك كواس لهم وحاوسنا على الأمن نبدأ الأمن مكا في الآخرة أمر أنكو العلي واصل المفصلين تأكثر كود مراء حافظ وكثير نوني كجسون نقلية شارحة هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده كوان عبادة الله كلية يلي ولا نشرك به شيئا هر شيء ان لو ذاكين هم الامنون يوم القيامه اخر امرين قريان المهتدون في الدنيا والاخره هدايه انا عام كن ادوك هدايه الى طريق مستقيم كقاضيا اخرنا واهلنا وحل وجهدا وحي غلم يا غرغ جنده كلهاي اخر قف كان لك جنده اد وما بان غانت ان لقبت ولا اذا كان غرغ لوغو ترقل حل وتسه ورد قرقا جانب آغالي لأي سوسي ورد سيد أساو أركي جيري ودلاق اسكري ويهلوني مادام ودونك توصنع الدونك نطريق إلهي مرالي كي أيوه لي يقفك الشركي كفو قادة مركا هنون مررتا شركي كفو قو شركي كفو قو هكذا هنون ربط قفا شركي كفو قان هنوا كحارا هنون أركي ما وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم من شهد قفك قراءة كمرقاتك لا إله مثل عابدا حق حق نصرهين إلا الله الله معهن
وحده كليس الله حاله يهي لا شريك مثل وذاك له الله حاله سنصنان وأن محمد النبي محمد عبده إله أدوم كيسين يهي قفك قراء ورسوله إله وين أجب صدر يهي قفك قراء وأن عيسى نبي الله عيسى عبد الله أدوم كي يهي قفك قراء ورسول الله اجب صدر انه يحيى قفك قرا وكلمه الله كلمه دي سير يحيى قفك قرا كلمه داسو القاها الى اوردي الى مريم مريم حقيده اوردي والروح النفس انه يحيى قفك قرا روح باسو منه من الله الحق سكاها في خلقا وايجادا جرسينتي ابورستا والجنه تجنب حق الى سغن في قفك قرا والنار النار تحق من سغن إلي تيقفك قراء أدخله الله ألا يجليه الجنة تجنبا على ما كان مع ما كان وعلوه كأهذي لتركيس ومن العمل عمل أخرجه البخاري مسلم أحديث كصوصاري إبادة ابن صامت ابن قيس الأنصاري وأنصاري الخزرجي ونهير خزرج عبادة ابن صامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي كيديس أبو الوليد الليلة أحد النقباء نبضون نبي متكمدة ويه متكمدة ويه بدري بقال كيف بدأ الصحابة كاقة يبقى شيء ويه مشهور مات بالرملة رملة أيو كودنتي ومقالة فلسطين كتالة مقالة فلسطين كتالة او يا فا تورده ليره يا قدس ودخايدا ويه رملد هلكاس ايو كدنتي سنه 34 صدم يا عفر هجريته مركه اهد وله اثنتان وسبعون سنه سقو تضلاتن يا لبا سنه جيره وقيل عاش الى كرافه معاويه الى كرافه معاويه سو غارين قيل اله لكن قولك قوي هو متكاس وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم من شهد قف الله قفك قراء فك يضمع قف الله قفك قراء ألا إله مثل عابدا حق حق إنه صنعين إلا الله الله ماهن إله معنيه سوى معبود وفعال ومعنيه سوى مفعول سيدا كتاب مكتوب كل قرآن لباس ملبوس مثل حرتين فراش مفروش مثل قبل ذي وفعال معنيه اسم مفعوليه إله معنيه هو معبود أله أله لبضر لغوين توهو ضبطيين أله هو عابد أيوين أسأل كير اسم مفعول هل كيس كي يمدوين أله يأله اسم مفعول كيسوين إله ومعبود إله ما هن خالق معنيس إله ما هن قادر معنيس إله معنيس ومعبود ومعبود سيلا استرتي ذا لما وحيارها لعابده إله الويرة القد عربية شرعه إسلام كان إله ويره ذا لكن إلهيات كشرعه إسلام كوا كالقاضة وغنعوا كالقاضة إله بعض الآن هي إلى حق شيء دين العابد أو الله عن أحين شرع الإسلام كحر هذا هو إله بعض الآن معنى هذا وامح ومد العابد أو قرده العابد الله إلا عابدنا وإبادة حق هذا الله هو إله حق الله هو إله حق والعابد إبادة نكر أولي مركة إله لغة عربية وشيء اللي عابده سيدا استرتي دفيري سنميال كي قالت عابده جيرين الله وحكمك عابد إلهيال إليه أيبنا إلهيال يكمك عابد جيرين إلهيال فما أغنت عنهم آلهتهم عذاب كي علمكو يمين إلهيال كودي وحبت كما تدقينه عذاب كي إلهي كما أيسن دفاعي فيري فما أغنت عنهم آلهتهم سنميالك العابد جرينا إلى وقل إلهيال كودي وإلهي
أيضاً النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو كير يقول لا إله إلا الله تفلح وحي كير هذه أجعل الآلهة إله واحدة وحي الله وحي العابد كري محرم مدد كأقلات وأه الله انت كلا إله دوا ديدي صمعه محمد لا انت كلا ود ديدي محمد صمعه إن هذا الله شيء عجاب أرن كان واشي لا يابضا أي رهدي مرك إله وحي لرشيق العابد الله وإله وان إله حق وان العابد إن العابد أنا قرأ لي وح الله وحي الله كصوهرين وإله باطل وإن العابد قرأ منه إله وإله وإله العابد بالعابد لكن إله وإله سوى قرده قرأ منه سيدة ترتيب لا إله إلا الله معنى وحوية لا إله لا معبود مثل عابد حق حق معه إله واسم كلاب خبر كين حق وإذا لسوق الدك لا إله لا معبود مثل عابد حق حق معه إلا الله الله مكة لك خير الله أصير إلا عبد وحق إنت كر العبد حق معه إلا دك وحالا مثل إعراب كاس إلا إلا هدو لا إله لا معبود كل عابد بحق قرن قرآن موجود معه إلا الله الله معه لا بأس إحراب حق وحباب الله إلا إلا هدو لا إله مثل عابد مجر إلا الله الله معه وباب الوي معنى هاري باب أوت ومعنى هو النقون سيدي دابا واحد العابد ادونك كما جيران الله اهي تاس هو وحده الوجود معناه واحد نقول اذا وحده الوجود او قفك دغخ عابد الله عابد نقي قفك جيد عابد الله عابد كي ملك عابد الله عابد اساس نقي الا واحد الوح كل العابد ما جرت ضمان دك وحي عابد يا ود الله ماك هو باطل بنانك يا وحاجرة تفسير كمتكلمين الشاعر ابو اي كمتا اي كل عين لا اله لا قادر على الاختراع موجود الا الله الا اله لا اله لا قادر على الاختراع مجر احد اوده انو وحان جرين بلاده او وح جرى كدغو الا الله اللهم هن معناها سير لا قادر مد أولا مجرو على الاختراع وحان جريده بالله وحجره كده وقوه أبوره إلا الله الله ما هنه مد كلو أولا إلوه أبوره مجرو ساسي أفصلين معنى أهان معنى هاسوا حق وانا توحيد كان معنى كمدا معاني ديس لكن لا إله إلا الله معنى دي ما آيبك لا شيء يا معنى هاسوا كلا أحد وأبورك رأيه سنجر الله ما هنه وحق لكن لا إله إلا معنى دي معه معنى قرارة يا نبيالك اسكوا يستينا معه معه سببتها قرارة تاس وأقلائي أحد كلا وأبورك رأيه سنجر وأقلائي ورأي سلطة من خلق السماوات والأرض إلى وقل يهدد والديده يا أبو ري إلى ريالك يا بوكا لا يقولن قالت وحي إليهن خلقهن وها أبو ري العزيز الحكيم الله أود الضبان وعلمك الضبان أحد كراء وح أبو را أما وح أبو ري كراء إنسان شريوان قرناي بل لا قادر على الاختراع إيا لا خارق وها معنى له لا خارق لا خارق إنا أقولين قالت سببتو أحد تراغو أحد كانوا شيئا قادروا كي وأوده إيو سبي معب إلا شيئا وقادر شيئا وقفك كي هاي قد يفعل وقد لا يفعل لكن أحد تراغو خالق ويواب أمور إفعل ويواب سبيل سيفتت إذا لا قادر على الاختراع إيا لا خالق لا خالق هذا هم تي قالوا قلائنا هم إلا أيام فعل ويواب أمورين أيام أحد تراه وحبوران مجره تاسي أقلعي سيسترتين قفك كفصر لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله
أما كفصرة لا خارقة لا ضارة ولا نافعة إلا الله وعلى ليه هاي إن خارق كليشرين وحق لكن لا إله إلا الله يعني ما أخذ وأنا ظلم إلا كفصرة لا إله إلا الله صاص هذا معنى هاس ميره آياتها كل شيء يا المشرح سو ما تشدد لكن كلمة يعني ما كلمة يعني ما إلا إن كلمة يعني أحيان سداس إن كلمة يعني سداس أحيان قرح ذي كعبة قرآن كأثر كيس نصاص عضينا أحاديث ما لك أثر كيس نصاص عضينا إلا ما المسلمين تنصاص أفصيرين صاص أي أفصيرين إلا إذا مركا سداس تحي أن تصارينا مركا تصارينا كبحينا لا إله إلا الله يعني هذا وقل يهي ديد عبادة لوب ديد ألا قيب كيس الله من الله سبحانه ونفي يإثبات نفي وديد عبادة لوب ديد ألا قيب كيس إثبات ما واسويت الله واسويت قرآن كفيري قرآنكم معناها سوكو فصيري وإلهكم إله واحد فيري وحل كلي يري ولله كريه لك نقول قالوا ان ايديه الى كريه واله واحد كالعابدين ما هن خالق كالعابدين اله وإله وإله وإلهكم إله واحد معبود كنا عبادته قامون وهل اله وهلرب معه قالوا هو ولا اله الا كبر وبليه اليه سمعت لا اله الا هو الرحمن الرحيم فيري الى وهو سبحانه وما ارسلنا ما هي ادنى بيال كلاطر ما وحي دتك او شيغا ان الله ابوري ما سو وحي دتك او شيغا اني كلغ اني عابدين وحي اني كلغ اني عابدين مثلا اسكو استنا تاسه الى وهو هو وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه رسول ما انا ديري نبي محمد اديك كاوريي صلى الله عليه وسلم إلا هطان بغنو نوحي إليه وحن وحيوريني أنه لا إله مثل عابد حق حق ماهن إلا أنا أنيك ماهنين فعب الدون أنيك عابد أنيك عابد سلام الاسكوية سي تاسئ إلا أنا أنيك كاريك يسيح إدك لها سينيني تاسئ نبيالكو بندك وضحيكو بيجرين موحي بيجرين والعقيدين إلا هاي إكنوك أبوري تاسوي لعقيدين سنين أبوه لكن سلام أمضوه دي بنايين nabiyalkuna kun taqaye waxay ahayd allah kaligiis aabuda id kale ibaadaluhu ma jiree taas ee dhamaan nabiyalku xayd jiree ubudullah ma lakum min ilahi qayyum allah aabuda ilaa masuqnaan mid la aabudo allah aan hayn fiil waxa la kari yeelaya waa mahbuud wa ilah ayaguna saas u fahmay ummadu maayiraan heerca markay ridinayeen nabigoodi aji tana لنعبد الله وحده وكفانا يرى حتى كفانا يرى النبي هود ما وحد نوبتين إن الله كيس عبدنا ونذار ما كان يعبد آباؤنا وأن كتك نوحي آبايال كان عبد جرين ما كان يرى وكفانا يرى كان يرى على قراصة الدعوة وحي مغتان يرى هدين الله كيس العبد وحي آبايال كان عبد جرين كت وفي القراءة السيدس ومعض وحل يسكوه يستئري إهيب الله كرغي سلعب إيه عيسان أخير الله كرغي سلح أبو ريب ده ما غير هدين مرك آدم سلاس أبنجين نبيالك أبنجين وآتر هذا لا إله إلا الله معنية هو لا خالق إلا الله لا حاكم إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله معنيه لا إله إلا الله مئة دي شيء بينات نكشة لكن معناها ان اشياء دواء معنى سيدي سكر حق لكن كلمة دواء تبين شيء كلمة دواء معنى ايش اسمه معنى ان رياك كبا قاينك ما ادم باقي ما ادم كبا قاين ما ادم كبا قاين مالك لازم كلمة دواء معنى ايش سيدي طائن الله فهمه الله نقل عليه الله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.